تراثنا الشعبي ثروة إنسانية وتاريخية. نتحدث عن تراثنا الشعبي وما نملكه من ثراء كبير في الحرف وفي الأزياء والفنون والمهارات، مع الدكتورة نهلة إمام، أستاذ التراث وخبيرة اليونسكو. مصر بلا منازع دولة عظمى ثقافياً، كل عنصر احنا بنتكلم عليه مع حضرتك النهاردة وراه حضارة 7000 سنة. وعن عادات جميلة وأصيلة تندثر من حياتنا. أنا مش متصورة أن حد هيسمع الغناء الشعبي والمواويل، حد هيتعلم الربابة، حد هيعرف حاجة عن شم النسيم، حد هيتعلم وهيطلع أبداً ضد بلده. كيف نتعامل نحن مع تراثنا الشعبي؟ كيف نحافظ عليه من الإهمال ومن النسيان أو التشويه؟ تراث وإبداعات المصريين، حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.